فعلا هو الحدث بداية أنه حدث رياضي لدرجة الأولى، هو الألعاب البحر الأبيض المتوسط التي سوف تحتضنها الجزائر بخط مدينة وهران ما بين 25 ديسمبر و 5 جويلية. لكن كما تعلمون المنافسات الرياضية لا تخلو أيضا من برامج ثقافية ترافق الحدث وتستبق الحدث، خصوصا حفلي الافتتاح والاختتام، لكن ايضا الانشطه الثقافيه التي كما تفضلتم تعبر عن الزخم الثقافي الامريكي، سواء من ناحيه التراث او من ناحيه الابداع الجماعي. يعني العنصر الثقافي والفني يجب ان يكون حاضرا في هكذا فعاليات، وهي فرصه لترويج الثقافه الجزائريه، فرصه لترويج ايضا المنتج الثقافي الجزائري خصوصا المعاصر منه، سواء من المسرح من الموسيقى او من الغناء او الرقص او السينما او الكتاب او الفنون التشكيليه، لكن ايضا التراث او الصناعات التقليديه. كما نوه سليم ضاد على أهمية الحفل الافتتاحي باعتباره بطاقة نجاح أي تظاهرة، ويكمن ذلك من خلال إبراز حضور الجزائر على المستوى المتوسط تاريخيا وحضاريا وثقافيا، ويجب أن يكون حفل الافتتاح على أعلى مستوى من التقديم الفني وأيضا من مواكبة العصر باستعمال التكنولوجيا الحديثة لإعطاء الفرجة والألوان، باعتبار أن الثقافة الاستهلاكية اليوم هي بصرية بالدرجة الأولى. حفل الافتتاح هو بطاقة نجاح أي تظاهرة، وإذا كان الحفل ناجح فبالضرورة التظاهرة ستكون ناجحة على الأقل في بدايتها. هو أيضا مناسبة للتعريف بالبلد المضيف لهذه الفعاليات، وأيضا التعريف واحتضان مختلف الدول الأخرى. ستكون معنا حاضرة 26 دولة متوسطية تتقاسم مع أكثرها الجزائر الكثير من العناصر سواء الثقافية والتاريخية والحضارية، وهذه فرصة لإبراز أيضا حضور الجزائر على المستوى المتوسط تاريخيا وحضاريا وثقافيا. لهذا الحفل الافتتاح يجب أن يكون على أعلى المستوى من التقديم الفني، لكن أيضا من مواكبة العصر استعمال التكنولوجيا الحديثة لإعطاء الفرجة لإعطاء الألوان. اليوم الثقافة الاستهلاكية هي بصرية بالدرجة الأولى، وهذا العنصر لا يجب أن يكون مغيب في هكذا فعالية.